اخويا انا عندي سرطان في المصران، عندي سرطان في المصران. مشيت فتحت، كنت كاريه في اناسي مول الدار. ملي عرفني مريضه فيا السرطان قال لي اصبر عليا 5 شهور، قال لي غتخرجي عليا. لاح لي حوايجي وكلشي لاح عليا الزنقه. ما خصني نخلصو، ما كنخلصش، ما عنديش باش نخلص. مراه عاشت ليا وكان عندو شي 2 عامين صافي. من عرفني عندي سرطان قال لي غتخرجي عليا. صافي عقبت عيطت لهاد الاخ ديالي، قلت لي اخويا جي ديني، عندو مسكينه بيت واحد، تيجي ديني انا ما عنديش فين غنمشي. وعقب جداني جاني براك نجلسني معاه في بيت واحد، كاين ناس انا وياه ومرسو هو، وكنا ناس في بيت واحد مجوجة. انا ما عندي ولاد، ما عندي راجل، ما عندي والو بوحدي. لا اختي هاد المرض انا ما حسيت فيه، سبب هي القبض. وجاني القبض صافي، ما بقيتش نفس ما والو. ملي مشيت لميريزكو قال لي خصك ديري عملية، درت العملية. دابا دايرة ليا خدشة، دابا هاد الخدشة كنبدلها من يومين ليومين، كنبدلها. وهاد الخدشة كدير 2400، وأنا ما عنديش باش نشري الخدشة، ما عنديش باش نشريها. ها المحسنين والناس بحال ما كلشي يعطيك 400، شي يعطيك 1000 ريال، شي يعطيك، كنجمعو نشري ديك الخدشة. خصك تمشي لها تالميريزكو باش تاخدها، بنحدا ميريزكو باش تاخدها. كنديرو دابا بديت 3 الحصص، ما كناكلش. دابا الشهر ما كليتش، ما كنقدرش، ما كنقدش، ما كنقدش. الدواء وما كاينش شكون اللي غادي يعطيك. واد خويا مسكين ما خدام، والو دايره فراشه في الزرقاء كيبيع 19، مره يجيب مره ما يجيبش. ورغم بحال ما هكاك ما فاتنيش. انا جالسه معاه جلسة مع هاد خويا هذا، ما كان مسكين داكشي اللي قسم الله تيعاوني بيه، ما عندوش. عندو فراشة في الزرقاء كيبيع 19، ودوك الكمامات اللي كيبيع، والكرام مسكين وكان ب 26، وعاد تجي الما والضو، ما حيلتي الكرام، ما حيلتو ليا انا، ما حيلتو. والغالب الله والو، ما راعاش ليا، ما والو، ما راعاش ليا. كنعش الناس الليل والنهار، الوجع الليل والنهار، الوجع ما كنعش بيه. بغيت المحسنين يعاونوني في الدواء، ويعاونوني في هاد الشكارة، ويعاونوني في المصاريف ديالي. الله يتبت أجرهم، الله يكون عليهم في الميزان المقبول. هادشي اللي كنطلب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.